يعد حصن بنيامان بحضرموت واحدا من الشواهد التاريخية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، حيث تم بناؤه في عام 1230 هجرية، ويقع في منطقة قسم بمديرية تاريم. يعد أيضا من أهم الحصون العسكرية والدفاعية في المدينة، ويشتهر بضخامته وقوة صلابته ومتانته. كان الحصن مقر لحكم دولة بني ماني في قسم، وهو عبارة عن حصن دفاعي يتكون من دورين، وتحيط بالحصن أربع نوب دفاعية. وقد لعب الحصن دور مهما في التاريخ قديما، فكان له من دوره الدفاع عن المناطق المجاورة وفي أصلاح ذات البين. يعتبر الحصن المقر الرئيسي لقبيلة بني تميم، وبين زواياه يحكي قصص حروب وصراعات وفترات سلام وازدهار، يتربع على ربوة مطلا على البساتين الخضراء كدرع يحمي أهالي المنطقة من الأعداء. بني ماني التميمي بمنطقة قسم بمديرية تريم كان ولا يزال على مدى أكثر من عقدين من الزمان يرمز إلى السلام وإلى العدل وإلى المساواة. كان قبلة لكل مظيوم وكل مظلوم في المجتمع من كافة طوائفه، وكان يرمز إلى القوة وإلى أن حضرموت مرت بحقب زمنية كبيرة. يحيط بالحصن أسوار ضخمة تشكل سورين منفصلين، يعلوهما أبراج مراقبة محصنة، وتتزين جدرانه بنقوش وزخارف معقدة تجسد إبداع فنانين مهرة في خلق تحفة معمارية. أشرف الصوفي، اليمن اليوم، حضرموت.